الناظور. الناظور كان ضمن المدن اللي قدمناها في التزام المغرب في الترشيح المونديال 2026. اللي مهم في هذا الامر هذا هو ان الارض اللي غيتقام عليها المركب الان اصبحت يعني محسومه، كيبقى البرمجه ديالو غادي تجي مع الوقت ان شاء الله. واللي كنتمناو انه الرياضه في الناظور عاود تسترجع الامجاد ديالها اللي كانت عندها. هذا هو الميساج اللي تكلمت قبيله وجبت هلال الناظور كنموذج، ما كنتكلمش على هلال الناظور لوحدها والفتح وباقي الجمعيات الاخرى الرياضيه، وماشي غير في كره القدم، خصنا في جميع الرياضات. اليوم الرياضه كتلعب واحد الدور مهم في التعبئه ديال الشباب، ف يكون هذا المدخل هذا ان شاء الله نتمنى ويكون مدخل ايجابي على مدينه الناظور.